افتتح أمس الجمعة مسجد خليفة التاجر بحضور سعادة الطيب عبد الرحمن الرئيس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين. ويعد هذا المسجد أول مسجد صديق للبيئة على مستوى العالم الإسلامي، بالنظر لاعتماده على نظام ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام مواد بناء قابلة لإعادة التدوير. مسجد أخضر ومسجد ذكي في نفس الوقت. كأخضر لأن معظم المواد المستخدم في البناء ممكن إعادة تدويرها واستخدامها، هي صديقة للبيئة، بالإضافة إلى معايير الأبنية الخضراء التي تم تطبيقها وفقا لمعايير البلدية، وتم الحصول على شهادة الأبنية الخضراء ذات الفئة الفضية اللي هي معترفة من البورد الأمريكي وشهادة عالمية. بالإضافة إلى ذلك أن المسجد طبعا أهم شيء أنه فيه ترشيد استهلاك الطاقة من كهرباء وماء، وطبعا تقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي هو صديق للبيئة بكل المقاييس. بالنسبة كمسجد ذكي إن في معظم الأجهزة المستخدمة كتحكم بالإضاءة والصوتيات وهو التكييف كلها مبرمجة، وطبعا فيها مجسات تعمل حسب الإشغال، وهذا من أهم المعايير إنه كمسجد ذكي. وبالإضافة إن باستخدام الألواح الشمسية لاستغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه طبعا لمنطقة الوضوء وسكن الإمام وباقي المرافق الخدمية، بالإضافة يتم تكرير وإعادة استخدام المياه الوضوء بعد معالجتها وضخها مرة ثانية لاستخدامها في أغراض لتخدم المرافق الموجودة في المسجد. فبشكل عام تم توفير تقريبا 60% من استهلاك الماء وحوالي 30% من الكهرباء، بالإضافة أن جميع المواد المستخدمة يمكن إعادة تكريرها من مواد صديقة للبيئة، وبالتالي سواء داخلية أو خارجية. بالنسبة لوحدات التكييف ذات طبعا معايير عالمية ومتماشية مع مواصفات الأبنية الخضراء، بالإضافة لجميع المواد حتى داخل مسجد الأصباغ صديقة للبيئة، أصباغ مائية بالنسبة للسجاد ممكن إعادة استخدامه ومواد مصنوعة بذلك، بالإضافة لجميع المواد مثل ما ذكرنا خارجيا، وهو يتماشى مع كطراز معماري، وهو مثل ما تم ذكره سابقا أنه أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي، وبنفس الوقت أول مسجد ذكي.